سلام بنات كيفكم ان تكونوا بخير ومرحبا بكم في فيديو جديده كما اليوم جيتكم منتجات روعه للعنايه بالبشره والمنطقه الحساسه نبدا لكم بهذا الزيت المعجزه او الميراكولوز فيت للجسم والوجه كور اي فيزاج تناسب جميع انواع البشره هذا الزيت تستعمل ابري ليبيلاسيون لترطيب لي البشره اي اسيغي ان وتستعمل افون لو لتسهيل عمليه الحلاقه وتجنب هذوك لي بغولور تاع الغزوار. هذا الزيت هي ميلونج او خليط لي طبيعيه 100% غنيه بالفيتامينات والاوميغا 3 اللي تخلي البشره رطبه وناعمه 24 ساعه كيفاش تستعملوها تحطوا منها انكوش فين على بشره مبلله قبل لو غازاج وثاني ابري لي بيلاسيون تمسوا بها لا بو تنحي كاع هذاك لو غاز تاع وثاني تاخر من نمو الشعر لو بري 67 سنتيم من 2000 دينار جزائري هذه موس انتيم على فلور دو موف بيو هذه رغوه لتنظيف المنطقه الحساسه من سوبيوتيك هذا لاموس او رغوة تيستي جينيكولوجيكمون وثاني جايه سان زالكول سان سولفات سان كولورون سان بارفان اي سان paraben 99% مكوناتها طبيعيه هذا لاموس للاستعمال اليومي وبالاخص لاصحاب البشره الحساسه تغسلوا بها كيما تغسلوا بالجلدوش من بعد اتصفوا هاد لاموس مليحه بزاف ما تدير اوكين سونساسيون دو برولير ما تحرقش ولا تدير الحكه لو بري تاعها 663 سنتيم تقدروا تقولوا من 1200 دينار جزائري في لي ديودورون كاين هذا ديودورون سبري لاربر فير بيان نيت مستخلص الالوي فيرا راهم كاتبين فيه هنايا نوفو جديد آه هذا خاص باصحاب البشره الحساسه اللي عندهم لا بو ولا هذوك لي بيرسون آه الرجيك هذا ديودورون مليح ليهم بزاف لانه 95% مكوناته طبيعيه لو بي اش تاعو نوتر بور لا بو وثاني جاي مضاد للتعرق آه هذا Sans alcool, convient au pot épilé. Le prix est 4,60 euros, à la dinar de euh, la euh, Le point négatif est à nous les tâches sur les vêtements. وفي الاخير كاين هذا لي سولادوش دوش هذا لي نوريسون حليب مغذي من لا نيفيا هذا روعه البنات عن تجربه يرطب غير الجسم هذا اللي تستعملوه سو دوش هذا يناسب اصحاب البشره الجافه ما تحتاجوش باش تحطوا مرطب بعدو لانه يخلي لابو بيان يدغاتي اي سون تري بون ريحته شابه جاي نون نونكولون تركيبته جايه بحليب اللوز الطبيعي هذا الحليب تستعملوه كيما دوش سون فروتي ومن بعد تصفو يخلي البشرة رطبة وناعمة وريحة شابة فقط ان كونساي نصيحة هذا الحليب يخلي لا دوش غليسونت الوغ يفو بيان غانسي لا بينواغ ولا لا دوش بعد الاستعمال لو بخي تاعو سيزورو الف دينار جزائري مشاهدة ممتعة ومع السلامة